أنا أريد أن تذكر لنا بعض هذه النماذج التاريخية في النصح لولاة الأمر. كثير من الأئمة العلماء لا تجد في تراجمهم إلا هذا النصح، نعم الابتعاد عن المواطأة والممالأة على الظلم. نعم فأحمد بن حنبل تعرف موقفه رحمه الله وما تعرض له من الأذية، نعم وكذلك هروب الشافعي من العراق بسبب فتنة القول بخلق القرآن، نعم وما نجا إلا بتورية ولكن هرب مع ذلك. ومحمد بن نصر تعرف قتاله للمأمون نعم رضي الله عنه، نعم محمد بن نصر المروزي، المروزي نعم. وكذلك فيما بعد ما كانوا ينكرونه على أئمة الجور. فالإمام النووي تعرف كتبه نعم إلى السلطان، يسمونه يلقبونه السلطان المعظم، نعم فكان النووي يكتب إليه ويكتب إلى السلطان المعظم ويجعله كسرة تحت الظاء. اسم فاعل. فقيل له في ذلك فقال ما أظنه إلا أعظم شيئا يوما ما، سبحان الله، حتى يكون النووي صادقا. نعم وكذلك الحافظ بن حجر وقبله العز بن عبد السلام والإمام ابن تيمية نعم وما كان عليه طيلة حياته من الإنكار عليهم، نعم وابن أبي ذئب والإمام قبل ذلك نعم الإمام أبو وحنيفة حنيفة كان مع زيد بن علي، إيه نعم، ومالك جلد في نعم في قضية البيعة، جعفر بن سليمان، إيه نعم. ولم يزل هذا سنة العلماء الربانيين في تاريخ الأمة الإسلامية. نعم محمد بن عبد الوهاب في إنكاره على العثمانيين وما حصل في آخر دولتهم من الفساد والظلم، نعم. خروجه عليهم، وكذلك كل أئمة دعوته. وهؤلاء الأئمة الذين نصحوا للحكام رفع الله ذكرهم وخلد شأنهم، وما زالت الأمة تتلقى أقوالهم بالقبول. صحيح، هذا موجود، يوضع لهم النصر، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. ولا ينافي ذلك أن يوجد لهم أعداء وأن يوجد لهم وأن يبتلوا وأن يسجنوا وربما يقتلون، هذا عادي. نعم نعم هذا عادي، على سنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه وقتله. فالآن الكثير من الذين وضع لهم القبول في الأرض بسبب إنكارهم للمنكرات وقد قتلوا، نعم، بقية حياتهم ممتدة. نعم. الآن سيد قطب رحمة الله عليه، نعم، ما تزوج ولا له أولاد، نعم، ولكن ذكره في كل بلد وكتبه وعلمه والدعاء، والآن التركيز على تشويهه وتتبع هو من زلاته من أجل هذا وتضخيمها، وحتى شيطنوه يعني. نعم. الآن بعض الناشئة ربما يظنونه عدوا للإسلام وأهله. نعم. لا شك هكذا كان ابن تيمية في زمانه، نعم، كانت الشيطانة فيه واضحة، لأن كثير من العلماء في زمانه حسدوه، نعم، ومالأوا السلطان عليه، نعم، وكانوا يقولون فيه مثل ما قيل في سيد قطب الآن وأكثر، نعم، قالوا أنه خارق للإجماع، إجماعات كثيرة، نعم، وأنه مبتدع، ونسبوا إليه التجسيم، ونسبوا كثير من الأمور الكاذبة، نعم، نعم. هذه سنة الله عز وجل، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، هي ميراث الأنبياء، نعم، فالعلماء ورثة الأنبياء، نعم، وقد قال الله في الأنبياء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، نعم، زخرف القول غرورا، نعم، ولو شاء ربك ما فعلوا ما فعلوه. هذه سنة الله، هؤلاء هذا من ميراث الأنبياء. نعم نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ.